صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا النهارده هعمل معاكم لبن جوز الهند، سهل خالص وبسيط جدا ومش مكلف خالص، وبنشتريه من الشارع بقد كده. الناس اللي عامله دايت، الناس النباتيه، طبعا الصيام، ده لبن صيام ينفع ندخله في اي اكله. معايا ربع كيلو زبيب، معايا لتر ميه بتغلي، معايا معلقه فانيليا سايله ان وجدت عندك، مش موجوده حطي اي فانيليا متوفره في البيت. تمام لحد كده؟ يبقى ربع كيلو جوز الهند، لتر ميه تكون سخنه، وهمسك الكلام ده كله اقلبه كويس جدا واغطيهم لمده ساعه. تمام. حابه بقى تزودي كميه جوز الهند، يعني ده مقدار الربع كيلو، كل ما تزودي المقدار هتزودي الميه، تزودي المقدار وبس، وبسيط ما فيهوش اي كلكيه ولا اي حاجه. وبقى عندك في بيتك لبن جوز الهند، تقدري تعملي مكرونه بشاميل صيامي، كيكات صيامي، اي حاجه يخش في اي صيام. الناس اللي بتعمل دايت تحفه، جميل، موفر، حلو خالص. انا طبعا بعد ساعه اخدته في الخلاط، هديله ضربه كويسه جدا، هعديه طبعا على مصفى، هاخده على المصفى زي ما انتم شايفين. انا سخنت نص لتر ميه تاني، وبقيت ايه، لان الخليط تقيل، فبقيت ازود واصفي البتاعه دي. طبعا انا شلتها تماما لان خفت ان هي تقطع المصفى بتاعتي، وجبت معلقه. بصوا انا بصفي، انا بزود طبعا الخليط وهو في المصفى وشويه ميه سخنه، وابتدي اصفي كده. عايزه اقول لكم ربع كيلو جوز الهند عمل لي تقريبا ما يقلش عن 2 كيلو الا ربع لبن، يعني ده لتر وشويه، وفي تاني كوبايه كبيره هتتملي. عايزه اقول لكم تحفه، مو اهي، يعني شوفوا الازازه دي اخدت تقريبا معايا بتاع لتر وشويه لبن وكوبايه تانية، يعني عمل كميه، يعني تقريبا 2 كيلو الا ربع لبن. تعالي بقى انت هتشتري 2 كيلو الا ربع لبن، شوفهم بقد ايه، ومش هيكون ريحه زي دي، وتقيل وطعم وتحفه، هو ما فيهوش اي سكر. انت حابه تحليه ماشي، مش حابه تحليه خلاص، ما خدش مننا وقت، سهل بسيط اقتصادي جدا جدا جدا. اتمنى بجد تجربوا وصفتي في لبن جوز الهند، واذا عجبكم ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب. اذا اول ما تتفرجوا عليا ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في قناه بيت العيله واكلات نرمين، علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفهم في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. وباي باي.